60% من اللي بيتفرجوا على القناة عندي مش مشتركين فيها أصلا. دوس لايك وسبسكرايب يا عم، لو معجبكش الكلام تبقى تلغي الاشتراك بعدين. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ لسه حالا مخلص تصوير جيب رينيجيت. كنت مصوره عند ابو غالي، الفئة الثالثة اللي هي اعلى فئة في الجر الامامي. هتشوفوا الريفيو قريب جدا. اولا كنت حابب اقول لكم كل سنة طيبين، وان شاء الله السنة الجاية تبقى سنة احلى على الكوكب. السنة دي كانت سنة غريبة من نوعها بالنسبة لي أنا على الصعيد الشخصي، يعني كانت ملخبطة جدا نتيجة اللي حصل في العالم، برضو عمل لخبطة جامدة قوي في العالم. ولكن السنة دي برضو هي السنة اللي ابتديت فيها القناة في فبراير، فبرضو طلع منها حاجة حلوة. قابلت أحلى ناس مفيش شك، واتصاحبت على ناس كتيرة جدا. ودي واحدة من أكتر الحاجات اللي بتعجبني في القناة، بخلاف إن أنا بديلي فرصة إن أنا أجرب عربيات، أنا بحب العربيات، دي حاجة واضحة يعني مفيهاش كلام. ولكن الحاجة التانية اللي ما كنتش متوقعها إن أنا أقابل كمية الناس اللذيذة دي، ناس جميلة وأخلاق ورجالة وحاجة هايلة يعني. بس كان عندي تعليق سريع عايز أقوله لكم على العربيات عامة، تعليق عام كده زي ما تقولوا. دلوقتي كل الناس دايما عندها شكاوي من عربياتها، ودي حاجة طبيعية، مفيش حد عنده عربية ما عندوش شكوى منها، غير عربيات قليلة قوي يتعدوا على الصوابع، يمكن حتى مش دلوقتي قوي، زمان السمعة كانت احسن. مثلا تويوتا كورولا زمان كانت معروف انها ما بتعطلش العربية، وفيها مشاكل وبتاع، لكن اعطالها قليلة قوي. النهاردة العربيات كل ما زاد فيها التكنولوجيا، كل ما عامة مشاكل الإلكترونية الكهرو إلكترونية بتحصل، وكل ما زودوا الأنظمة أو السيستمز في العربية، كل ما المشاكل بقت قابليتها أو احتماليتها أعلى. عارفين دي مسألة هندسية بحتة، أنت زودت مجموعة الأنظمة فبرضو بقت ممكن تعمل مشاكل. دي حاجة عايز أقولها لكم عامة، فما فيش عربية مش خالية من المشاكل. مرسيدس، بي ام دبليو، طبعا بي ام دبليو مشاكلهم كتير ومش اعتماديين، ماركات كبيرة يعني. حتى هتقول لي رولز رويس، اقول لك رولز رويس تطلع فيها مشاكل من خط الانتاج كمان، ولكن بيتداركوها. ففي النهاية هي بتعتمد على مين؟ بتعتمد على الوكيل اللي بيصون العربية، اللي بيحافظ على سمعتها مع برضو المصنع الجامد. طبعا في مصنع بيهتم بسمعة عربيته، ولكن برضو مش قاعدة. فمثلا بصوا على فولكس فاجن وما يسمى ديزل جيت، بلوى، وعملوا ريكولز وعملوا حاجات كتيرة جدا. فعادي كل العربيات يا جماعة فيها مشاكل، الفكرة كلها في الوكيل الواعي اللي حافظ على سمعة العربية ويعمل ما يسمى بالريكول ويحافظ عليها في السوق. غير كده هتلاقي كل العربيات فيها مشاكل، حتى بورش، حتى العربيات اللي معروفة قوي انها اعتمادية قوي، بقى لهم بيعملوا نفس العربية 30 سنة ولا 40، زهقوا، هم اكيد زهقوا، بس بيطور فيها تطورات صغيرة قوي عشان يوصل لحاجة اوربل كمان، يعني اللي هو عمال بيجود في حاجة واحدة واحدة واحدة، يطلع موتور مش عارف كام 600 حصان، المرة الجاية 640، وعمل تغيير صغير قوي فسفوس عشان عمال بيتقن الصنعة لدرجة غريبة قوي. حتى دول عندهم مشاكل، مفيش حد ما عندوش مشاكل. بس المفروض في الاستن مارتن الدي بي اكس المفروض هعملها، ودي واحدة من الحاجات اللي هي برضو تيبيكال كنت عايز اقول لكم عليها، المصنعين بقوا بيعملوها. استن مارتن شركة عريقة جدا، ولكن بتعاني ماديا، وفي مستثمرين، واحد مستثمر كندي اعتقد ده دخل شالها من الافلاس. ولكن طبعا بقت النهاردة الخلطة الناجحة ايه؟ لو انت حضرتك بتعاني من المبيعات تعمل ايه؟ تروح عامل اس يو في على طول. فانا مفروض ان انا هريفيو الاستن مارتن الدي بي اكس اللي هي الاس يو في بتاعتهم. بصوا هما لقوا ايه؟ لامبورجيني عملت الاوروس، ما باعتش في كل سنينها زي ما باعوا للاوروس، مع ان طبعا لامبورجيني شركه تنتمي الى مجموعه في دبليو، شركه كبيره جدا،
وبيستعملوا قاعدة عجلات مشتركة. احنا عارفين ان الأورس مشتركة مع البنتلي البنتيجا، مشتركة مع الكيان، مشتركة مع الاودي الكيو 7، الفي دبليو الطوارئ، كل دي يعني قاعدة بناء مشتركة. والأورس موتورها من الاخر مش موتور لامبورجيني ولا حاجة، هو يعني اودي اكتر من اي حاجة تانية. اوكي لامبورجيني بيظبطوه يعني، ولكن استن مارتن طبعا ما عندهاش نفس الميزه ان هي عندها قاعده عجلات مشتركه، انها مثلا لو الدي بي اكس ما نجحتش يبقى عندها كمان ماركه تانية ناجحه. هم اخذوا مغامره وعملوا الدي بي اكس، ومن الواضح ان العربيه ناجحه، لان كل الناس عندها مرض وفوبيا الاس يو في المعينه، اللي هم مش هجيب استن مارتن واطي على الارض زي الدي بي 11 او الفانتج او كل عربياتهم اللي تهبل، هيجيب اس يو في للاسف. فعملوا لكم واحده دي بي اكس، هعمل لها ريفيو قريبا يعني. وبس، فدي بقت الخلطه السريه لاي مصنع بيفلس، اعمل اس يو في او مبيعاته مش كويسه اعمل اس يو في للاسف. بس كده. كان في طلب للي عنده جراند لاند، شوفوا انا تعبان فيها قوي، انا عارف انتوا عايزيني اعمل ريفيو. انا اتكلمت مع ابل ولسه لغايه النهارده ما دبروليش عربيه تيست. فللي مستلم جراند لاند بصفه خاصه، جراند لاند يا جماعه، وعايزني اعمل لها ريفيو، يتواصل معايا على فيسبوك او انستجرام زي ما كل مره بقول، ونقدر نعمل لها ريفيو. بس تبقى جديده يا ريت 20، وتبقى حالتها كويسه للتصوير. فدي عربية انا كنت عايز اعملها ريفيو من زمان. وبرضو في مفاجأة من ابو غالي، يعني مفروض هصورها الحد الجاي، ولكن اللي عنده جراند لاند ياريت يقولي. بس كده خلاص اتفقنا. بس اشوفكم السنة الجاية ان شاء الله، يا رب تبقى خير علينا كلنا بدل سنة الكورونا اللي عدت دي. يلا سلام. وبكده تبقى وصلت لاخر الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك، الاشتراك ببلاش، وممكن كمان تدخل تتفرج على بقية الفيديوهات الموجودة عليها.